يقول: هناك بعض الناس يقول إن الحياة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حياة بسيطة والأمور متيسرة، أما في الوقت المعاصر فإن المصاريف كثيرة والأقساط للأولاد كثيرة، فيجب أن يحدد النسل لكي لا يكثر الفقراء ويحتاجوا. هذا سوء ظن بالله عز وجل. يكثر الفقراء، مش يدريك اللي خلقهم يرزقهم، رزقهم على الله يا أخي. وبالعكس، إذا كثرت الأيدي العاملة يكثر الإنتاج، وإذا قلت الأيدي العاملة قل الإنتاج. هذا الفقر. نعم.